فرسان الميدان التربوي. فسيروا على بركة الله. لابد من هذا الإصرار، لابد أن هناك ما في إنجاز بدون تحدي. يعني الإنجاز هو يوعد نفس البنديق. لابد أن هناك في تحدي. فلازم أن نحن نكون على مستوى أن نتحدى التحدي ونواصل فيه، ولا دولة الإمارات ما وصلت إلى هذا الموصل اللي وصلنا فيه. أنا أحب اللي يفتش عن الإصرار، وأكره الإنسان اللي يدور على الأعداء. فأنا إصراركم دائما، أنا كذلك متابع ملف التعليم سواء بالزيارات الميدانية أو بالتقارير الدورية أو المواقع الإلكترونية، لأن لا تنسون أننا إحنا شاركنا إخواننا وشعبنا وأصدقائنا في المواقع الإلكترونية، واقترحوا كثير من الاقتراحات اللي نحن والوزارة أخذت كثير من هذه الاقتراحات وحتى طبقها يعني كاملة سنين. فنحن دائما على التشاور، ومستقبل هذا البلد هو في يد أبناء المتعلمين المثقفين. فلا تفتشون عن الأعداء، ولكن تفتشوا عن الإصرار. والله يوفقكم إن شاء الله يسير.
أفكارك
كلكم فيكم خير وبركة وفي خدمة وطنكم إن شاء الله. الحمد لله. والعمر كلمتكم وكلمة الشيخ خليفة بن زايد أثرت وايد في الناخبين ويأيدتهم وحضورهم اليوم تأكيد على ذلك. والله أنتم كلكم معروفين وكلكم فيكم خير وفي خدمة هذا الوطن الطيب. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظكم. في بناء الوطن إن شاء الله ومشاركة كذلك في نجاح دولة الإمارات متحدة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشيء اللي أقوله لشعب دولة الإمارات أقول لهم كلمة واحدة: ناموس. وبالطبع شعب دولة الإمارات شعب أصيل وله تاريخ معروف، وهو يعني ملتف حول قيادته، ولنا رؤية واحدة واضحة في بناء الوطن والمواطن، وكذلك نحن ندعم ونشجع شبابنا وشاباتنا في بناء هذا الوطن ومشاركتهم في تحقيق هاي النجاحات اللي وصلت إليه دولة الإمارات. و مثل ما ذكر أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة في 2005 عن منهج واضح نسير عليه، وكذلك لتمكين المواطن مواطن دولة الإمارات، والحمد لله اللي حققتها الدولة في هذا الزمن القصير في مصاف الدول العظمى. هذا شيء طيب وشيء نحن فخورين فيه ومستمرين في التنمية المستدامة، ومستمرين في وندعم مشاركة شبابنا شاباتنا في بناء هذا الوطن ومشاركتهم في هذه النجاحات. ذكرت قبل المرة الأولى وقلت أن المرة روح المكان، واليوم أقول أن المرة هي مكان الروح من هذا الوطن. كذلك صراحة نسعى لمشاركة الشباب وتوسيع صلاحية المجلس الوطني. نعم. هذا اللي نحن نسعى إليه، ونبى المشاركة وتوسيع الصلاحيات حتى يقومون بصلاحيات. يعني رأي الأغلبية دائما يكون أقرب للصح من رأي الأفراد. رأي الأغلبية دائما إذا اتفقوا على رأي معين يكون أقرب إلى الصواب من أن يكون رأي فردي، وهذا نحن يعني إن شاء الله واضحين وشفافين شفافية واضحة، وكذلك بيننا وبين نريد الشباب أن يشاركون في بناء هذا الوطن وفي إنجازاته هاي الطيبة اللي تحققت بهذه القيادة. مثل ما قلت وش طويل العمر، وغالبية الهيئات الانتخابية كلها من الشباب، اللي هي النسبة الغالبية الهيئات الانتخابية كلها من الشباب، واليوم المرشحين عددهم أكبرهم من الشباب، ونتطلع إن شاء الله بإذن الله أنه يكون لا ودعم الكلامك. نحن يعني نص شعبنا أصغر من 25 سنة. والعمل في مرحلة زمنية لمسألة توسيع الصلاحيات. نحن يوم بعد يوم في التوسيع هذا، نحن مستمرين تدريجيا. شوف اليوم وكيف كان أول وكيف اليوم، وإن شاء الله بتشوف كيف باكر يعني. طويل العمر، شو رأيك في اللي يقول مثلا أن في دول كثير سبقتنا في التجربة الانتخابية وكانت أسرع من دولة الإمارات فيما حققته في الديمقراطية، كيف الرد عليهم؟ ولكن هذه الدول اللي سبقتنا ربما أنها تراجعت كثير إلى الوراء، ولكن نحن نمشي بخطوات ثابتة، وإن شاء الله أننا مستمرين في التقدم وفي صلاحيات المجلس الوطني. Thank you.
شكرا ثم شكرا ثم شكرا على هذا التمرين اللي سويت لنا اياه الانتخابات، والله يوفقك يا رب العالمين ويحفظك يا رب العالمين ويحفظك وين ما تسير وين ما تسير.